السيسي يهنئ رجال القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان. السعودية والإمارات والنرويج تبعث برسالة لمجلس الأمن حول حادث تخريب السفن في المياه الإماراتية. الولايات المتحدة تنهي اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وقال متحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إن الرئيس السيسي هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره بذكرى العاشر من رمضان، والتي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ. أفاد موفد أكسترا نيوز في العاصمة السودانية الخرطوم بإزالة آخر ترس في شارع النيل، أحد الشوارع المحيطة بساحة الاعتصام. وكان شارع النيل قد تم إغلاقه مؤخرا كإجراء تصعيدي من بعض المتجاوزين، وقام الثوار أنفسهم بفتحه تعبيرا عن رغبتهم في العودة إلى التفاوض ورفضهم لكل أشكال العنف. فشلت الحكومة اليمنية والحوثيين في التوصل إلى اتفاق بخصوص كيفية إدارة إيرادات ميناء الحديدة، وذلك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان. وقال الوفد الحكومي في محادثات عمان إن إصرار الحوثيين على عدم السماح بتحويل إيرادات الموانئ من التوجه إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وهو مقر الحكومة الشرعية، يعني أنهم لا يعتزمون تنفيذ الأحكام الاقتصادية الخاصة بالموانئ. وجهت البعثات الدائمة لكل من السعودية والإمارات والنرويج لدى الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك حول الحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية والذي تسبب في إلحاق أضرار بأربع ناقلات نفط. وجاء ذلك في بيان مشترك أن البعثات الثلاثة وصفت العمل بالتخريبي والذي يؤثر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبية الاستفزازية. وأشدت البعثات الثلاثة على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة العمل معا من أجل تخفيف التوترات. ذكر البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة أنهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات التركية بدخول الأراضي الأمريكية دون جمارك. وقال البيت الأبيض إن القرار يسري اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه ستتم تطبيق الجمارك على جميع البضائع التركية. وكان الممثل التجاري الأمريكي قد قال في أوائل مارس إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج نظام التفضيلات المعمم. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي عقدت في مدينة سوتشي كانت جوهرية وناجحة. وقال بومبيو إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مصالح مشتركة في كوريا الشمالية، مؤكدا أن موسكو مهتمة بعدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري اكسنيوز.تي في. إلى اللقاء.